بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. ازيكم يا رابعة؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن دراهم، زميلكم في فرقة خمسة علاج طبيعي جامعة بنها. هنتكلم النهاردة عن توبيك كويس ولذيذ قوي اللي هو الإلبو فراكشر والديسلوكيشن. إن شاء الله تكون المحاضرة سهلة. متنساش نداء لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب على من عداهم. هنبدأ نتكلم، نعمل بس ماب كده عشان نبقى فاهمين احنا هنخش في المحاضرة. هنتكلم أول حاجة هنت بسيط كده عن الأناتومي، نعمل ريفريش للمعلومات اللي عندنا في الأناتومي. هنتكلم على الفراكشر في الأولوكرينون والكرونويد، دول جزء من الألنا، وهنتكلم على الديسلوكيشن بتاع القلب. قبل ما نبدأ نتكلم عن الأناتومي لازم أبقى فاهم إن الإلبو جوينت ده كومبلكس جوينت. كومبلكس جوينت يعني إيه؟ يعني تركيب الجوينت نفسه معقد، فهو مش ايه يعني مش التقاء عظمة مع عظمة بس، لا ده هو هي 3 عظمات والتقائهم مع بعض معقد، ده كومبلكس. فبالتالي لما لو حصل فيها انجري تعمل لي ايه؟ تعمل لي كومبليكيشنز، بتبقى يعني ايه مش محببة للعيان قوي او بتعمل له مشاكل بعد كده. لازم ابقى عارف الاناتومي بتاع الالبو جوينت. نفتكر بسرعة ان هي الايه؟ الهيومرس، الكوندايلز بتاعت الهيومرس بتلتحم مع ايه؟ مع الالنا ومع ريديوس. طبعا الالنا عرفنا ان هو ايه فيها ورق الاولوكرينون والكرونويد، هنشوفهم دلوقتي، والريديوس الهيد بتاعت الريديوس. قصاد الاولوكرينون التروكليا، وقصاد الهيد بتاعت الريديوس ايه؟ الكابيتولوم. دي اجزاء من الايه؟ اجزاء من الهيومرس، مهمه جدا لازم نبقى عارفين اساميها. لما نيجي نبص يعني بشكل اقرب كده على الالنا هنلاقي ان هي بتتكون من فوق، عندي عامله زي الايه؟ عامله زي الهوك لايك بون. ديت ماسكه فين؟ قلنا ديت ماسكه في التروكليا ولا الكابيتولوم؟ لا، في التروكليا. عندي في منها جزئين، اللي هو اول حاجه الاند الاولاني ده بسميه الاوليكرينون. المهم هو بعرف الاوليكرينون ده ماسك فيه ايه؟ ماسك فيه عضله الترايسبس. لو بصينا هنا ده الاوليكرينون اهو، ده اللي ورا الطب اللي فوق ماسك فيه انهي عضله؟ ماسك فيه ايه؟ الترايسبس، جاي من ورا اهي ماسكه فيه الاوليكرينون. الكرونويد بروسيس ده ماسك فيه عضلة البراكياليس. مهم جدا ابقى عارف العضلات هتنفعني بعد كده في الفراكشرز. نبص تاني على العضلات بسرعة. العضلات اهي قلنا الترايسبس رايحة ماسكة فين؟ ماسكة في الاوليكرينون زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طبعا البراكيولادريز نازلة تحت، البراكياليس نازلة تحت اهي ماسكة فين؟ ماسكة في الكرونويد بروسيس زي ما احنا شايفين هنا اهي. البراكياليس رايحة ماسكة فين؟ في الكرونويد بروسيس. كده خدنا ريفريش كده سريع على الاناتومي اللي المفروض احنا عارفينه. نخش بقى ايه على محاضرة النهاردة، بس قبل ما نخش لازم ايه؟ لازم نمهد كده بمقدمة سريعة. لازم ابقى عارف ان الديفورمتي اللي بتحصل في الالبو جوينت حاجة من اتنين، يا اما فراكشر يا اما ديسلوكيشن. تمام، الفراكشر عندي يا اما يحصل عندي في الاوليكرينون، يا اما يحصل في الالنا، يا اما يحصل في الريديوس في الاول. لو حصل في الالنا عندي في حتتين، يا اما يبقى في الاوليكرينون يا اما يبقى في الكورونويد ايه؟ في الكورونويد بروسيس. بيقول لي ملحوظة مهمة قوي ان الفراكشر بتاع الكورونويد ما بيحصلش لوحده، بيبقى رير قوي ان هو يحصل سيبريتلي. طبعا ده هنعرفه دلوقتي، بس دي كايه كمقدمة سريعة او ايه او ملحوظة سريعة كده، ان الكورونويد فراكشر ما بيحصلش ايه؟ ما بيحصلش لوحده، لازم يحصل مع ايه؟ لازم يحصل معاه، بيبقى اسوشيتد مع فراكشر تاني، يا اما فراكشر يا اما ديسلوكيشن على حسب. فهو بيبقى على الاغلب بيبقى اسوشيتد ايه؟ والكرينون والفراكشر. تمام، الديسلوكيشن بتاع الالبو جوينت يا اما عندي نوع منه، يا اما سيمبل يا اما كومبلكس. احيانا بقى ممكن تيجي الحاجتين مع بعض، يحصل ديسلوكيشن ويحصل فراكشر. عندي حالتين ممكن يحصل فيهم الحاجات دي، بسميها اول حاله تريبل تراياد، والحاله الثانيه السايد سويب انجري. تريبل تراياد بيقول لي ان بيحصل ديسلوكيشن في الالبو، الديسلوكيشن ده بيبقى كومبلكس، نفهم يعني ايه كومبلكس في المحاضره، وبيحصل معايا فراكشر في الالنا والريديوس مع بعض. يعني حصل 3 حاجات، حصل ديسلوكيشن في الالبو، حصل فراكشر في الالنا، وحصل فراكشر في الريديوس هيد او في الريديال هيد. فبالتالي عامل لي حاجه اسمها ايه؟ عامل لي حاجه اسمها تريبل تراياد. تاني حاجه ديسلوكيشن في الالبو ممكن يحصل بقى اللي هي الايه؟ السايد سويب انجري. ديسلوكيشن في الالبو معاها يا اما فراكشر في الالنا يا اما فراكشر في الايه؟ في الريديال هيد. تمام كده، يبقى بالراحه لو حصل ديسلوكيشن عندي في الالبو. طيب حصل ديسلوكيشن معايا الالنا وريديال هيد فراكشر، فده هسميه ايه؟ تريبل ترايد. طيب لو حصل يا اما الالنا يا اما ريديال هيد، فده هسميه سايد سويب انجري. دي كلها تيجي بالتفصيل دلوقتي، وهنفعل كل فراكشر وكل ديفورميتي لوحدها باذن الله. نبص برضو على الاشكال دي، هن فراكشر في الاوليكرينوم بالشكل ده كده، عندي فراكشر في الكرونويد بيبقى شكله عامل كده، ده الكرونويد بروسيس اهو زي ما احنا عارفين، ده الاوليكرينون ده الكرونويد.
فراكشر اهو، ديسلوكيشن في الالبو، العظمتين بعدوا عن بعض، سيباريشن في الايه، في التو بارتس بتاع البون اهو، تاني سيباريشن اهو، وهنا سيباريشن مع فراكشر زي ما احنا شايفين، ده فراكشر اهو بس ثابت مكانه اهو. هنا عندي ده اللي هي السايد سوب انجري، وده اللي هو تريبل تريات، حصل ديسلوكيشن معايا، عندي فراكشر في حاجتين، في الاوليكرينون اهو، وعندي حصل مشكله فين او فراكشر في الكرونويد بروسيس. تمام كده، اول حاجه نبدا نتكلم عنها بسرعه، هنبدا نتكلم على الفراكشر بتاع الاوليكرينون. بالنسبه للفراكشر بتاع الاوليكرينون، عايز ابقى عارف بس ان الاوليكرينون هي ايه، هي العظمه الباينه قوي عندي من الالبو جوينت دي، فهي عباره عن ايه، فهي التب بتاعها عباره عن هو فيري ثين، بيبقى ايه، بيبقى فيري ثين، وما بيبقاش حواليه سوفت تيشو او ماسلز كتير، فبالتالي اول ما يحصل عليه خبطه او الانسان او الشخص يقع عليه بيعمل لي سيفير بين، وممكن يعمل لي الكتريكال شوك معاها كمان. ماشي، يبقى لما اجي اتكلم على الفراكشر بتاع الاوليكرينون هقول ان هو ايه، بوني تيب بتاع الالبو من الايه، من الالنا. تمام كده، هو طبعا واحد من البونز اللي بتعمل، او الثلاثه بونز اللي بتعمل الالبو جوينت. الاوليكرينون ده قلنا ان هو اندر السكن، تحت الايه، تحت السكن على طول مباشره، وداوت ماتش بروتكشن من المصل او من السوفت تيشو، فبالتالي ممكن يحصل له ايه، ان هو يتكسر بسهوله نتيجه يا اما انه اتخبط فيه دايركت بلو، يا اما ان هو وقع على التب بتاع الايه، بتاع الالبو، يعني تاني ايده وقع عليها مثلا، ممكن يحصل له ايه، ممكن يحصل له كسر. الكسر بتاعه بقى بيبقى، او الفراكشر بتاعه بيبقى فيري بينفول، وبيبقى الموشن بتاعه الالبو ساعتها بتبقى امبوسيبل. اتفقنا كده، وقلنا ممكن يعمل سيفير بين والكتريكال شوك، الكلام اللي بقوله زياده ده الدكتوره قالته في المحاضره في المدرج. بالنسبه لي ان هو الفراكشر ده بيحصل في فئه عمريه قد ايه، بيقول لي ان هو اولا هو uncommon في ال children، يعني ايه، يعني استبعد ان هو يحصل في ال children، بيحصل في العمر 57 سنه الانسنس بتاعه، وبيبقى يعني ان هو يحصل نسبه حدوثه في الكبار، يعني ايه، نتيجه الوقعه بتبقى ايه، بتبقى اكبر، وفي اليونج نتيجه ال high energy injuries، زي ايه، زي مثلا راكب موتوسيكل ووقع جامد، فدي high energy انجري. انما ايه، انما الالدري لا، ده دول مثلا ممكن يبقى نازل على السلم فوقع على ايده، هي بيسند مثلا بايده وهو واقع، فحصل فراكشر في الالنا في الاوليكرينوم بالشكل ده كده. تمام، الاوليكرينوم فراكشر بيقول لي ان هو لما يحصل الاوليكرينوم فراكشر بيبقى عندي لوس في الاكستنسور ميكانيزم. يعني ايه اكستنسور ميكانيزم؟ ايه الحركه بتاعه الاكستنشن لما يحصل عندي مشكله في الاوليكرينوم. لو خدنا بالنا الاوليكرينوم ده اللي ماسكه فيها عضله الايه، عضله الترايسبس، فبالتالي لما يحصل مشكلة أو فراكشر في الأوريكينو على الترايسبس، لما تعمل كونتراكشن هتشد إيه؟ هتشد عظمة مكسور، فبالتالي مش هيحصل عندي اكستنشن، فبالتالي يحصل عندي لوس في الاكستنسور ميكانيزم. تمام كده؟ بعمل لها دايجنوز في على الأغلب يعني بالبلين راديوجرافي اللي هو الإيه؟ اللي هو الإكس راي، وأحيانا بستخدم مع الإيه؟ بستخدم معاها اس تي. لازم أبقى عارف حاجة قبل ما أخش على الميكانيزم بتاعت الإنجري، الهيلينج بتاع الإلبو جوينت بيبقى سريع، يعني ممكن ياخد من 3 ل 4 اسابيع، فبالتالي عندي مشكله هنا بقى لما يبقى الهيلينج سريع، ان الفورمنج بتاع الكالوس فورميشن لما العظمه بتاعه الالبو تتكسر، لما العظم بتاع الالبو يتكسر او اللي هو الالنا، بيحصل عندي كالوس فورميشن، ده بروسيس طبيعي من الهيلينج. الكالوس فورميشن اللي بيحصل ده ممكن يحصل مور ذان نورمال، يعني ايه، يعني يتكون كالوس فورميشن زياده. الكالوس فورميشن اللي اتكون زياده ده ممكن مع الحركة بتاعة الجوينت ان هو ما حصلش فيه immobilization او فيه instability في الجوينت، يخش الكالس فورميشن ده في قلب المصل. فالكالس فورميشن ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كالسيوم، فيترسب الكالسيوم ده في المصل يعمل لي حاجة اسمها myositis esophagans. myositis esophagans ده ترسب للعظم او للكالسيوم في المصل، يعمل لي حاجة اسمها ايه؟ يعمل لي حاجة اسمها myositis esophagans. ده بيقول لك ان هو during the healing during الهيلينج العادي abnormal deposit من الكالسيوم، هتحصل ايه، هتحصل تعمل deposition في المصل، تديني hard bone like structure within the muscle، بتبقى فيها ايه، بيبقى فيها structures كده hard within the muscle. بيقول لك ان هي بتحصل كتير قوي في نوع الايه، في نوع الفراكشر اللي هو الالبو ايه، الالبو
فراكشر. الفكرة كلها بقى في الكالس فورميشن، الالاينمنت بتاعه. يعني حصل كالس فورميشن، ممكن لما يحصل انستابيليتي في الجوينت نتيجة ان انا ما عملتش مثلا اموبلايزيشن بطريقة صحيحة، ما عملتش فيكسيشن بطريقة صحيحة، ما عملتلوش اموبلايزيشن بعد الكسر بطريقة صحيحة، الالاينمنت بتاع الكالس فورميشن ده ايه؟ يختلف. ماشي. فبالتالي ايه اللي يحصل بقى؟ البون بتاعة الالبو جوينت دي هي بونز صغيرة، فبالتالي الهيلنج بتاعها بيبقى سريع، فبالتالي ايه؟ فبالتالي ممكن تقفل لي الجوينت نتيجة الايه؟ المس الاينمنت بتاع الكالس فورميشن. يعني مثلا تكون عندي هنا كالس فورميشن وكالس فورميشن وكالس فورميشن، تيجي مثلا كسر حصل في الالنا، حصل في الكرونويد، في الكرونويد وفي الاوليكرينون وفي البونز بتاعة الالبو بشكل عام. الكالس فورميشن اتكونت في البونز بتاعة الالبو اللي هي الصغيرة دي، ممكن تعمل لي عندي بلوكينج في الالبو جوينت نتيجة ان هي ايه؟ مثلا حصل لها مس الاينمنت. نتيجة ايه؟ نتيجة الحركة الغلط، ان انا ما عملتش اموبلايزيشن بطريقة صحيحة، العيان استعجل وحرك ايده وهي مثلا في الجبيره، ما استناش، ما صبرش، فده يعمل لي ميس الاينمنت للكالس فورميشن، فبالتالي ممكن تعمل لي بلوكينج او تعمل لي ايه، او ان هي تقفل لي الجوينت بتاعي. تمام. بالنسبه في التريتمنت بتاع الالبو، احنا بنحط الايه، بنحط العيان في بلاستر كاست، تمام كده، في البو فليكشن من 90 ل 45، الكلام ده كله جاي قدام بس الدكتور قاته هنا، وبحطه في immobilization. في الحالة دي احنا بنبقى عايزين نحافظ على ال strength بتاع المصل او ال elasticity بتاعة المصل، فبستخدم حاجة من اتنين، يا اما ان انا اعمل له application ل electrotherapy interferential او tens، او ان انا اشتغل معاه بحاجة اسمها ايه، بحاجة اسمها nerve shutting technique، اللي هو ايه بقى؟ الدكتورة كانت قالت في المحاضرة ان انا بشتغل على ال proximal و distal joints من الايه، من الالبو اللي حصل له فراكشر. يعني مثلا بشتغل على الريست وبشتغل على الفينجرز، بشتغل على الشولدر كمان، هما بيبقوا ايه، بيبقوا فري، ما فيهمش اي مشكله، ان هو بيبقى العيان نفسه في بلاستر كاست. البلاستر كاست دي بتبقى قافله الجوينت بس، اللي هو الايه، اللي هو الالبو اللي حصل فيه كسر، عشان يحصل ايه، في immobilization. تمام كده. فبالتالي في عضلات في الجوينت اللي اتكسر ده حصل لها ويكنس، وفي عضلات حصل لها اوفر ستيميوليشن. عشان ايه؟ عشان تمسك الدنيا كلها مع بعضها. العضلات اللي حصل لها اوفر ستيميوليشن دي، على حسب بقى، هي حصل لها اوفر ستيميوليشن عشان تمسك العضلات، وبالتالي ايه، النيرف، النيرفس سيستم اداها ستيميوليشن بشكل كبير عشان ايه، تحافظ على الجوينت نفسه لحد ما يحصل له ايه، immobilization. انما العضلات اللي فقدت قدرتها على الحركه دي نتيجه بقى قطع نيرف، نتيجه مشكله في البلاد سبلاي، بتبقى على حسب الايه، على حسب الانجري. فبالتالي انا محتاج هنا اعمل ايه، بيقول لي انا محتاج اعمل اكسرسايز في الفينجرز وفي الريست او الشولدر، ان انا اشتغل على البروكسيمال او الديستال ايه، او الديستال جوينتس من الالبو. ليه بقى؟ بعمل حاجه اسمها نيرف شوتينج. نيرف شوتينج دي يعني ايه بقى؟ ان انا لما اروح اعمل اكسرسايز في الجوينت الفري دي، الجوينت الفري بترسل سيجنال للنيرفس سيستم تخليه يعمل شوتينج للاوفر ستيميوليشن في المصل اللي عند الالبو. يعني انا لما اشتغل على ايدي مثلا اللي هي الايه، الريست والفينجرز، او اشتغل على الشولدر، يروح يدي سيجنال للنيرفس سيستم، ان السيجنال دي تقول للنيرفس سيستم اهدى، المكان بتاع القلبه ايه، المكان بتاع القلبه نفسه ثابت وهادي، ما بيتحركش كتير، ما فيش مشكله. فالاوفر ستيميوليشن اللي موجوده في المصل الشده قوي عليها دي، اللي ممكن بعد كده تغير لي الالاينمنت بتاع الكالس فورميشن، بتخف، فبالتالي تقلل عندي نسبه حدوث الايه، المايوسايتس اسوفيكانس، مع الحفاظ برضو على المسل باور بتاعتي، ان انا بشغل الايه، الجوينت الديستال والبروكسيمال مع بعض. دي حاجه كانت الدكتوره برضو قالتها، وقالت كمان عشان كده في حالات الاطفال الصغيره اللي هي ممكن تبقى مثلا ايه، حصل لها كسر في القلب او كده، بعد 3 اسابيع انا ممكن اشيله البلاستر كاست بتاعته واركبه واحطه في حاجه اسمها بوستيريور سلاب. البوستيريور سلاب ده بيبقى جبيره كده ماسكه من تحت، من عند القلب من تحت، تمام. بس الفكرة كلها فيها بقى ان هي فيها ايه، فيها بنداج من فوق، تمام كده، يبقى هي كبيرة ماسكة من تحت بس في بنداج من فوق، بيديني ايه، بيديني مور رينج اوف موشن عشان ايه، اعرف اعمل معاه الرينج اوف موشن، سواء على مستوى الشولدر او على مستوى الايه، او على مستوى الريست. تمام. الميكانيزم بتاعت الانجري بتاعتي في الاوليكرينون، قلنا يا اما ان انا افول على الاوليكرينون، على الاوليكرينون في القلب يعني، او انه ايه، او انه يحصل دايركت بلو، اللي هي ايه، خبطة
مباشره، يبقى ده اللي هو الدايركت، الميكانيزم بتاع الانجل اللي هو الدايركت، يا اما ان انا اقع على الالبو، يا اما ان انا اخد ضربه مثلا في الالبو بتعمل لي على الاغلب يعني الضربه كومينيوتد فراكشر. انما الاندايركت ممكن يحصل نتيجه ايه؟ نتيجه فورسفول ترايسبس كونتراكشن اور اسوشيتد وذ ايه؟ وذ ديسلوكيشن. يبقى الاندايركت عندي حاجه من اتنين، يا اما يحصل عندي فورسفول ترايسبس كونتراكشن، يعني مثلا ان انا جيت مثلا اقع، فعشان افادي الوقعه مثلا فبفرد ايدي جامد، فالفورسفول كونتراكشن اللي حصل في الترايسبس ممكن يوصل لمرحله ان هو يكسر العظمه اللي هي الاوليكرينون اللي هو ماسك فيها، زي ما قلنا في اول المحاضره الاوليكرينون ماسك فيه ايه؟ ماسك فيه الترايسبس، فبالتالي لما الترايسبس تشد جامد العظمه بتاعت الاوليكرينون تتكسر، تعمل لي افالجن فراكشر، تعمل لي ايه؟ تعمل لي افالجن فراكشر. فبالتالي ايه؟ ابتدى يعتبر indirect fracture للأوليكرينون، أو ممكن نتيجة إيه؟ نتيجة الديسلوكيشن، يبقى جاي معاه ديسلوكيشن، أو مثلا جه الكسر ده نتيجة الديسلوكيشن، حصل ديسلوكيشن فبالتالي الألنا اتكسرت، فده بيبقى indirect كميكانيزم of injury للإلبو fracture أو للأوليكرينون fracture. الكلاسيفيكيشن بتاع الأوليكرينون fracture عندي اللي هو الكولتونز كلاسيفيكيشن، يا إما قسموا عندي الجزئين، يا اما undisplaced يا اما displaced. ال undisplaced يعني ايه؟ يعني الكسر ما اتحركش من مكانه، ما حصلش ال displacement ده، يعني ايه؟ يعني حصل separation لل two bones، حصل ايه؟ حصل separation لل two bones، يبقى عندي حصل ايه؟ separation لل two bones بعيد عن بعض، ده كده بسميه displaced، تمام كده؟ طيب ما حصلش بقى سيباريشن للبون، او حصل سيباريشن بس بسيط جدا اقل من 2 مللي، فده بسميه undisplaced ايه؟ undisplaced فراكشر. فهو هنا كولتونز كلاسيفيكيشن قسمه على حسب هو هل هو undisplaced او displaced. فالundisplaced قلنا لو ايه حصل displacement اقل من كام؟ 2 مللي. انما الdisplaced مثال عليه ايه؟ عندك افالجن فراكشر، ممكن يحصل افالجن زي ما قلنا بتاعت الترايسبس، ممكن يحصل ترانزفيرس او اوبليك فراكشر، ادي الترانزفيرس يبقى بخط ايه؟ عرضي اهو، الاوبليك مايل زي ما احنا شايفين كده، ده بتاعنا ده كله ديسبليست. ممكن يحصل عندي ديسلوكيشن اللي هو المونتياجو جروب، ده ان شاء الله تاخدوه في المحاضره اللي بعديها، او يحصل عندي كومينيوتد فراكشر، وده اللي هو العظمه نفسها تتهشم او تتفتت من كتر الايه؟ من كتر الكسر، يعني تبقى حتت يعني ايه؟ تتقسم لحتت صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنا في الصورة. الصورة دي كانت موجودة برضو في المحاضرة. دكتورة قالت A دي اوبليك فراكشر، B اللي هو الافالجن، الافالجن فراكشر، وعندي ايه تاني؟ و C دي اللي هي الكومينيوتد فراكشر، تمام؟ الصورة دي برضو في للكولتونز كلاسيفيكيشن، قلنا عندي ممكن تبقى undisplaced تايب 1، ما حصلش سيباريشن بين البون، ممكن تبقى كومينيوتد على فكرة بس ما حصلش سيباريشن، فدي برضو تبقى تايب 1. طيب هنا بقى قال لك تايب 2 وتايب 3 هي displaced، بس في واحدة stable وفي واحدة unstable. طب ايه الفرق ما بين stable وبين unstable؟ بيقول لك الستيبل هنا ما حصلش ديسلوكيشن لايه؟ للجوينت، يعني حصل فراكشر جامد اهو زي ما احنا شايفين، بس ايه؟ بس حصل ما حصلش ايه؟ ما حصلش ديس لوكيشن. بيقول لي بقى النوع الاستيبل ده ممكن يبقى فيه كومينيوشن او ممكن ما يبقاش فيه ايه؟ كومينيوشن. يعني هنا ما فيش كومينيوشن، ما فيش تفتت للعظم، هنا لا، هنا العظمه اتفتتت، اتهتكت خالص، بقت ايه؟ مش نافعه، بقت العظمه عباره عن ايه؟ عباره عن قطع صغيره لازم اخش بسيرجري اعدل. الانستيبل اللي حصل فيها ايه؟ اللي حصل فيها ديسلوكيشن، قلنا برضو ممكن تبقى نون كومينيوتد او ممكن تبقى كومينيوتد فراكشر. طبعا تايب 3 ده اللي هو الانستيبل بيبقى من اسوأ الانواع اللي بيحصل فيها تريتمنت عندي، لان هي بتبقى اولا بحتاج اخش سيرجري عشان اعدل البول وارد الكسر تاني، يا اما اوبر ريدكشن يا اما كلوز ريدكشن، بس في حاله الكوميونيتي هحتاج اخش ايه؟ اعمل اوبر ريدكشن، لان العظمه نفسها اتهتكت، ما بقاش فيه عظمه سليمه، فبالتالي لازم اخش ايه؟ اوبن ريدكشن، فبيبقى نوع رخم قوي وصعب في التريتمنت معايا. الكلينيكال فيتشرز بتاعتي، العيان بيبقى جاي شكله عامل ازاي؟ بيبقى طبعا عنده بين طبعا في البوستيرير البو احنا عارفين، سويلنج، بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده انتفاخ، ايده منفوخه، بيبقى عنده ديسكونتينيوتي في الترايسبس ميكانيزم، الاكستنسور ميكانيزم، قلنا ان هو ما بيقدرش ما بيبقاش قادر يحرك الايه؟ يحرك الالبو بتاعه في اكستنشن،
فده عندي حاجه اسمها ديسكونتينوتي للترايسبس ميكانيزم، وبيبقى عنده تندرنس وكريبيتيشن، عنده حاجه زي التزييق او الطقطقه بتحصل ايه، بتحصل في الجوينت لما اجي ايه، لما اجي احركه. في نقطه الدكتوره قالت عليها برضو هنا، قالت ان الموست كومن فراكشر في التشيلدرن هنا عندي ايه، اللي هو هيبقى إيه؟ في الهيومرس او في الريديس او في الالنا، فالاجابه هتبقى الهيومرس. قالت دي هتجيبها ام سي كيو، ده موست كومن فراكشر في التشيلدرن هتبقى ليه، هتبقى الهيومرس. تمام. الحته بتاعت بقى الكريبيتيشن دي كانت قاعدة عليها حاجه كده، بيقول لك لو الولد الصغير وقع على كوعه مثلا، الناس اللي حواليه في الاغلب بتبدا تقول له ايه، تبدا تقول له حرك الجزء ده عشان نعرف هو اتكسر او ما اتكسرش، فده غلط. المفروض انا اعمل ايه بقى لما يحصل عندي كسر مثلا لطفل صغير او كده، وقع مثلا على كوعه وحصل له كسر، او انا عايز اعرف هو حصل له كسر او ما حصلوش كسر، اعرف ازاي؟ بيقول لك اول حاجه انا لازم اثبت القلبه في المكان اللي هو فيه، في الوضع اللي هو فيه، اجيب ايس وابدا ايه، وابدا على المكان بتاع الايه، بتاع البين، ابدا اعمل سيركولار موشن كده بالايس بتاعي لحد ما البين يبدا ايه، لحد ما البين يبدا يخف. اول ما البين يبدا يخف ابدا يعني احرك الالبو عشان يبقى تحت ايه، تحت تاثير الجرافيتي، واشوف هل هيسمح لي بموفمنت ولا لا. ولو سمح لي بموفمنت وسمعت صوت الكريبيتيشن، لازم ايه، لازم اوقف الموفمنت في الالبو جوينت في الفتره دي، اعمل له فيكسيشن واوديه يعمل اكس راي، مهم جدا عشان ايه، عشان ما زودش الايه، ما زودش المشكله اللي حصلت في الالبو. بالنسبه للاشعه بقى، احنا قلنا اول حاجه ممكن نستخدم الاكس راي، طبعا في الاكس راي انترو بوستيرور او لاترال فيو، ده لاترال اهو، الانترو بوستيرور جاي تاني، بيقول لي الديسبليسد فراكشر اللي هو الفراكشر اللي بيبقى مور ذان 2 مللي سيبريشن بتوين الفراكشر فراجمنت، يعني حصل سيبريشن بتوين التو فراجمنت اكتر من 2 مللي. ممكن استخدم السي تي بس في حالات الكوميونيتد فراكشر، لان هو ايه، لان هو بيبين لي قوي الايه، بيبين لي العظم المتكسر بشكل احسن من الاكس راي. هنا اهو لو خدنا بالنا الكسر موجود هنا اهو، سيبريشن ادي الاوليكرين اهو، سيبريشن ما بينه وما بين الايه، وما بين بقيه الالنا. عندك تحت هنا برضو نفس الكلام، ادي الاوليكرين بيعوم في الالبو. بالنسبه لللاترال راديوجراف او اللي هو الاكس راي، بنقول ان احنا بنحط القلب في 90 درجه فليكشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، طبعا باين 90 درجه فليكشن. بستخدمه ليه بقى؟ بستخدمه عشان اشوف الكوميونيتد فراكشر والجوينت افيوجن والانترا ارتيكولار امباكشن. تمام كده، العظم المهتك لو في افيوجن او في انتفاخ او في او في سوائل في قلب الايه، في قلب الجوينت، او الانترا ارتيكولار امباكشن لو حصل مشكله جوه الالتقاء بتاع العظمتين الانترا ارتيكولار. يعني ايه؟ يعني حصل رده في العظمه جوه، فممكن تعمل لي ايه، فممكن تعمل لي ديسلوكيشن، فلازم اخش اشوفها بالاكس راي، طبعا بشوفه من اللاترال اكس راي. طيب في الانتيرير انترو بوستيرور راديوجراف او في الاكس راي، بيبقى القلب عامل ازاي، او بيبقى الارم نفسه عامل ازاي؟ بيقول لك ان القلب بيبقى اكستندد والارم بيبقى فيه سوباينيشن، فول سوباينيشن، يبقى الارم بيبقى فول سوباينيشن والقلب بيبقى اكستندد. طبعا انا بشوف فيها ايه، بشوف فيها برضو الكوميونيتد فراكشر مع الجوينت سبيس ناروينج في الميديال ايه، في الميديال اسبيكت بتاع الالنو هيومرال جوينت. معنى ان انا بشوف هنا الكوميونيتي فراكشر اللي حصل في الالبو جوينت، فبيحصل عندي هنا انه ان السبيس اللي في الميديال اسبيكت بتاع الالنو هيومرال جوينت اللي هي الحته اللي ماسكه مع الاوليكرينوم بيحصل فيها ناروينج، فانا بحتاج اشوف الناروينج ده مثلا عشان اتاكد انه حصل فراكشر او كده، بشوف الناروينج ده، فبشوفه في انهي مقطع من الراديوجراف او من الاكس راي، بشوف في الانترو بوستيريور اكس راي. بالنسبه للسي تي قلنا بستخدمها ايه، بستخدمها في حاله انه تبقى الديسبليسمنت اقل من 2 مللي، انا مش شايف الحاجات، فانا عايز حاجه توريني الكوميونيتد فراكشر كويس، لان هي بتحسنها لي احسن من الايه، احسن من الاكس راي. في الكرونال بلين، طبعا الكرونال اللي هو ده اهو اللي فوق، ببص على ايه، ببص على الديجري بتاعه الكومينيوشن، التفتت بقى حصل الديجري بتاعه قد ايه، الامباكشن الرده اللي حصلت في العظم، انترا ارتيكولار فراكشر فراجمنتس، ببص على الفراجمنت اللي حصلت ايه جوه الجوينت نفسه، او ممكن ابص على السي تي من الساجيتال، طبعا بيبقى عامل برضو فليكشن نفس الكلام كده زي الاكس راي، بس بتبقى بتوضح لي الكومينيوتد فراكشر احسن من الايه، احسن من الاكس راي.
بالنسبه للتريتمنت بتاعي عندي منه نوعين، يا اما كونسرفاتيف يا اما سيرجري. اول حاجه بس كجنرال كده بدايه قبل ما نتكلم على التريتمنت ونقرا من السلايدز، لازم نبقى عارفين حاجات مهمه. اول حاجه ان اغلب الحالات 90% من الحالات بتاعه الالبو بتبقى كونسرفاتيف ايه تريتمنت، الا في كذا حاله بستغل معاهم السيرجري، اللي هي الكوميونيتد فراكشر، اللارج ديسبليسمنت اللي حصل في الجوينت، او الان يونيون، وده بيبقى حالات رير عشان الدكتوره نبهت قوي على الان يونيون ده وقالت هجيبه في الامتحان. الان يونيون بيبقى ان كومن في حالات الايه، في حالات الالبو بيبقى ان كومن، تمام كده. ممكن الان يونيون ده او الماليون ده يحصل نتيجه ايه؟ بتقول لي ممكن يحصل نتيجه 3 حاجات، يا اما disturbance في الكالس فورميشن زي ما قلنا في الاول، ان حصل مثلا ايه، حصل موشن في الجوينت ديورنج الهيلينج، فبالتالي حصل ايه disturbance في الكالس فورميشن، الالاينمنت بتاع الكالس فورميشن اختلف، فبالتالي عمل لي ايه، عمل لي مشكله في الكالس فورميشن، دخل عمل لي مايوسايتس اوسيفيكانس، نفس الكلام اللي قلناه في الاول. فده ممكن يبقى سبب من الايه، من الان يونيون، ان يحصل مثلا ان يونيون في الالبو جوينت. تاني سبب ممكن يبقى عنده مشكله في الاميون سيستم، ان انا كل لما اجي اعمل كالس فورميشن الاميون سيستم تهاجم، فبالتالي تكسره تاني، فيرجع تاني يحاول يكون كالس فورميشن، فالاميون سيستم يهاجمه كمان مره. او ان هو بياخد ميديكيشنز بتاخر عندي حدوث عمليه الايه، حدوث عمليه الهيلينج. دي قالتهم برضو 3 اسباب للان يونيون: الديستربنس في الكالس فورميشن، بروبلم في الاميون سيستم، او ميديكيشن معينه اخرت حدوث الايه، اخرت حدوث الهيلينج. نبدأ بقى نتكلم في التريتمنت بتاع الكونسرفاتيف. قلنا هنعتمد فيه على الاموبلايزيشن، مش لازم احرك العيان خالص في الفترة دي، مش لازم يحرك القلب بتاعه خالص. قلنا ديت في حالات الان ديسبليسد فراكشر، اللي هي بتبقى ايه، بتبقى less than 2 مللي ديسبليسمنت. احنا قلنا طبعا في الديسبليسد لا بستخدم سيرجري، لسه قايلين اهو. في التشيلدرن بقى بستخدم معاهم ايه، بستخدم معاهم كلوزد ريدكشن، بعمل كلوزد ريدكشن هيتعلموا دلوقتي لو حصل ايه، لو حصل ديسلوكيشن، واحط الليمب في immobilization، احطه في كاست اللي هي بسميها بلاستر كاست او بوستيريور سلاب، بيبقى above الايه، above الالبو، واسيبه 3 4 اسابيع. في الحاله دي او في الاغلب ان الشيلدرن او حتى الناس الكبار اللي هي بتبقى فيها undisplaced fracture بيبقى ايه، بيبقى الهيلينج عالي، او نسبه الهيلينج ايه، نسبه الهيلينج عاليه. احنا قلنا اكتر من 90% من الحالات اصلا تتعالج ايه، conservative treatment، تمام كده. الاموبلايزيشن عندي بيبقى في انهي وضعيه للقلبه، قلنا بيبقى في الوضعيه اللي هي 45 ل 90 ديجري فليكشن، تمام كده، تمام. وببدا ان انا اشتغل مع علاج طبيعي من فيرست داي، هي قالتها كده، من فيرست داي ببدا اشتغل مع علاج طبيعي. هنا كاتب ان انا بقى بيجن الموشن نفسها بعد الايه، بعد الويك، اول ويك، تمام كده. عندي احنا كنا قلنا في الاول على البوستيريور سلاب او البلاستر كاست، ده مثال عليه او صوره ليه، ده اللي هو البلاستر كاست زي ما احنا شايفين اهو، ماسك الايه، ماسك الالبو بتاعي بس في فري في الفينجرز، واحيانا بيبقى ايه، بيبقى الحته بتاعه الريست هنا فري ان انا اعمل اكسرسايز. البوستيرير سلاب بقى بيبقى بالشكل ده كده، بص الحته اللي هي الايه، اللي هي البعيده اللي هي اللاترال عن الجسم، مش الاناتوميكال بوزيشن في الوضع ده يعني، هي اللي ايه، هي اللي فيها فيكسيشن، انما بيبقى في حاجات زي السلينج كده ماسكه فين، او ماسكه البوستيرير سلاب نفسه مثبتاه، عشان خاطر ايه، ده بيسمح لي احسن من البلاستر كاست في ان انا اعمل موشن في الايه، في الايرلي ستيج من الريهابليتيشن، وهو اصلا محطوط له كاست. بالنسبه للسيرجري فده التشويز في الادلت، تريتمنت تشويز في الادلت. عندي طبعا ايه، عندي كذا ميثود للسيرجري. ببدا اول واحده فيها اللي هي التنشن باند تكنيك، بعالج فيه ايه، بعالج فيه ترانسفيرس فراكشر بس مفيش كومينيوشن، يعني حصل ترانسفيرس فراكشر في الاوليكرينوم بس ما حصلش عندي كومينيوشن، ما تفتتتش العظمه، اتقطعت لنصين ما حصلش فيهم تفتت، فبالتالي هستخدم معاها ايه، ممكن استخدم معاها التنشن باند تكنيك. ايه التنشن باند تكنيك ده؟ طيب دي حاجه عامله زي الاستيك، بعمل ايه، ببدا اعمل هولز في العظم من فوق ومن تحت، عملت اهو عشان اثبت، عملت هنا مثلا ايه، هول هنا وقصاد الجهه الثانيه، وهول هنا وقصاد الجهه الثانيه، واعمل فيجر اوف 8، اعمل الشكل اللي هو ايه 8 ده بالتنشن باند واشده جامد، ده يثبت لي البون ما يحصلش فيها ديسبليسمنت. وده نوع من انواع الايه، وده نوع من انواع السيرجري. بستخدمه امتى؟ بستخدمه مع الترانسفيرس فراكشر ما حصلش كومينيوشن، لو حصل كومينيوشن يبقى ايه،
يبقى لا هستخدم حاجه كمان، حاجه تانية ممكن استخدم برضو مع الترانسفيرس فراكشر بس مفيش برضو كومينيوشن، استخدم مع الانتراميدالري فيكسيشن، وده بيبقى عباره عن نيل كبير كده بيبقى زي المسمار نخاعي كبير قوي كده، بيخش في الايه، بيخش في العظمه زي ما احنا شايفين بالشكل ده، الكسره اهو دخل في العظمه على طول الشفت اهو عشان يثبت عندي الايه، عشان يثبت عندي الكسر، ده اسمه انتراميدالري نيل. ممكن استخدم بليت اند سكرو، وده في حاله اهو دخلنا اهو كومينيوتد فراكشر، دخلنا في الفتفته بقى، العظمه اتفتفتت، هستخدم معاها ايه، بليت اند سكرو، شرايح ومسامير، تمام كده. يا اما في حاله الكومينيوتد فراكشر، يا اما ان انا حصل عندي ديسلوكيشن واوبليك فراكشر ديستال للايه، ديستال للكرونويد، بيبقى ديستال للكرونويد حصل عندي اوبليك فراكشر بالشكل ده كده اهو، اوبليك فراكشر، او حصل عندي ايه، او حصل عندي ديسلوكيشن، هشتغل معاها بايه، بالبليت اند سكرو، ده طبعا شغل ميديسن، اشتغل معاها ايه، بليت اند سكرو، البليت بتبقى ايه تحت اهي، والسكروز داخله في العظمه عشان تعمل فيكسيشن. في رابع بقى طريقه بستخدمها، حاجه اسمها اكسيجن اوف الترايسبس ادفانسمنت، وديت الاغلب على الاغلب على الاغلب بستخدمها مع الالدري بيشنت، مع الناس اللي هم الايه، الناس اللي هي الكبيره العجوزه. ليه؟ لان هم بيبقى عندهم حاجه من اتنين، اوستيوبروسس، ممكن يبقى عندهم هشاشه عظام، او ممكن هم اللي يحصل عندهم ايه، نون يونيون، نتيجه مشكله في الايه، في الاميون سيستم، كل ما بتكبر الاميون سيستم عندي بيضعف، فبالتالي ممكن يبقى يحصل عندي مشكله في الاميون سيستم، فبيبقى عندهم النون يونيون عندهم بيبقى نسبته اعلى، فبالتالي بستخدم معاهم حاجه اسمها اكسيشن اند ترايسبس ادفانسمنت. طب ايه هو بقى الاكسيشن والترايسبس ادفانسمنت دي؟ بيقول لك انا باجي على العظمه اللي اتكسرت من الالنا، انا بشيلها خالص، بريح نفسي، بشيل العظمه اللي اتكسرت من الالنا خالص، وباجي امسك الترايسبس في الانسيرشن، اعمل لها تو هولز في العظمه، واعمل لها ايه، واعمل لها اكسيجن، بخيطها في قلب العظمه، يعني انا باجي اشيل العظمه كأني بعمل انسرشن جديد للترايسبس، انا كأني بعمل انسرشن جديد في الترايسبس، فانا شلت العظمه اللي تعباني دي خالص، اللي هي الايه، الاولكرين لسه بقى مش هخش اجمعهم وبليت اند سكرو واقعد بقى اقول له لا استنى انت اموبلايزيشن، لا انا بخش اشيل العظمه اللي اتكسرت خالص، امسك الترايسبس اعمل لها تو هولز في البون، واعمل لها اكسيشن في الايه، في البون، كأني عملت انسرشن جديد للترايسبس، تمام كده. ادي شكلها اهي، لو خدنا بالنا في الاكس راي بعد ما اخلص، بص هنا انا عندي هنا ايه، انا عندي الدنيا جميله وزي الفل اهي، ومفيش هنا، المفروض ان في هنا عظمه طالعه هنا مش موجوده خالص، اللي هي الايه، الاوليكرينون، شالها خالص، ريح راسه، وحط الايه، وحط المصل هنا، عمل لها تو هولز، وعمل لها اكسيشن في ال الالنا، بس من ايه، من تحت الاوليكرينون بعد ما شاله اصلا اللي هو ايه، كان متكسر. دي في حالات برضو الكوميديتد فراكشر، لو حصل كوميديتد فراكشر في الاوليكرينوم، فيخش يشيل الايه، كوميتيوتد بارت، تمام كده. المشكله بقى بتاعه الاكسيجن دي، المشكله بتاعه الاكسيجن دي مشكله في الاولد ايج، ليه؟ لان هي بتعمل لي ايرلي اوستيو ارثرايتس، وبتعمل عندي ريستريكشن في الموفمنت. طيب ليه بتعمل عندي ايرلي اوستيو ارثرايتس؟ لان انا دلوقتي شلت عظمه ودخلت فتحت جوينت، فبالتالي الاوستيو ارثرايتس نسبه حدوثه بتبقى اعلى، ده سواء هو إلدري او مش إلدري بشكل عام. تاني نقطه بقى، ريستريكشن اوف موفمنت، ليه؟ لان انا لما شديت الترايسبس لتحت، انا لما شلت العظمه من هنا، ثواني، شلت العظمه من هنا اهي، وشديت الترايسبس لتحت، انا قللت الرينج اللي بتتحرك فيه الترايسبس، ان هي بقت مشدوده اكتر من اللازم، بقت ايه، بقت مشدوده اكتر من اللازم، فبالتالي قللت الرينج اللي بيتحرك فيه ايه، بيتحرك فيه الترايسبس، فيحصل عندي ريستريكشن في الموفمنت. طيب انا احل دي ازاي؟ بيقول لك انك انت اصلا ممكن تجيب رينج في الترايسبس مع الاسترتش العادي في الفيزيوثيرابي، بس عمرك ما هتوصل للفول ايه، للفول رينج اوف موشن، فبالتالي الدكاتره ممكن تعمل ايه، تقوم قطعه الترايسبس ومطوله الانسرشن بتاعها، بتقوم ايه، جايه قطعه كده الترايسبس مكانها، روح مطوله الايه، ومطوله الانسرشن بتاعها عشان تجيب معايا رينج اعلى، لما اطول الانسرشن بتاع الترايسبس يجيب معايا ايه، يجيب معايا رينج اعلى، فبالتالي مشكلتها ايه في الالدري، قلنا ان هي ممكن تعمل لي ايرلي اوستيو ارثرايتس وريستريكشن ايه، وريستريكشن في الموفمنت، نتيجه ان هو شال عظمه كامله وركب مكانها الايه، ركب او بعد شويه الانسرشن بتاع الترايسبس. ماشي، حلها ايه؟ قال لك ان هي ممكن تيجي، ممكن اجيب رينجات معينه، رينجات صغيره زياده شويه عن الطبيعي بالاسترتشات فيزيوثيرابي، او
ان انا الدكاترة يخشوا يقطعوا الترايسبس ويطولوها من عند الانسيرشن شوية، يخش يقطع الترايسبس ويطولها من عند الايه، ويطولها من عند الانسيرشن شوية. بالنسبة للكومبليكيشن اللي ممكن تحصل معايا بقى بعد السيرجري، ممكن يحصل عندي نون يونيون، وقلنا ان ديت نوت كومن، وقلنا الدكتورة نبهت عليها قوي، نبهت على النون يونيون دي، وقلنا اسباب ان هي ممكن تبقى ايه، ممكن يحصل عندي نون يونيون. قلنا 3 اسباب. السبب الاولاني ممكن يحصل ديستربنس في الكالوس فورميشن، ممكن يحصل 2 بروبلم في الاميون سيستم، 3 ممكن ياخد ميديكيشن معين ياخر عندي حدوث ايه، حدوث عملية الهيلينج. تاني حاجة اوستيو ارثرايتس في الالبو، احنا قلنا اي دخلت سيرجري فتحت جوينت، هيحصل عندي انه الانسيدنس بتاع الاوستيو ارثرايتس هيزيد. تالت حاجة ترايسبس انسفيشنسي، لوز اوف الاكستنشن سترينث، نتيجة ايه؟ لو عملنا اللي هي الايه، لو عملنا الاكسيجن، او لو مثلا ايه، لو ان هو الكوميونيتد فراكشر ده حصل كسر، الاولكرينون اللي عايزين نفتكر ان هو ماسك فيه الترايسبس مسل، فبالتالي لما يحصل فيها فراكشر واخش انا احط شرايح ومسامير واركب انتراميدالري نيل او اعمل فيكسيشن بالتنشن باند، انا كده دخلت عملت انتربشن في الفانكشن بتاعت الترايسبس. انا لازم مثلا هحط المسمار، انا لازم اجي ناحيه الانسرشن بتاع الترايسبس، انا لازم اقلل الرينج اوف موشن نتيجه ان انا فتحت الجوينت اصلا، فبالتالي الجوينت نفسه ما بقاش ايه، ما بقاش زي الاول، ما بقاش زي الطبيعي، فبالتالي ده يعمل لي عندي ترايسبس انسفيشنسي او لوس في الاكستنشن سترينث. رابع حاجه ستيفنس، ممكن يحصل ستيفنس او ريستريكشن في الموشن بتاعه الالبو. خامس حاجه ممكن السيرجري دي تعمل لي دامج في النيرف او في البلاد فيزلز، تمام كده، وده بيبقى ايه، وده بيبقى unusual side effect، ده بيبقى بسبب اهمال طبعا جسيم يعني، بس ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش معتاد ان هو يحصل ايه دامج في النيرف وفي البلاد فيزلز. سادس حاجه ممكن يحصل عندي حاجه شهيره جدا اسمها الالنر نيرف سيندروم، تمام كده، كان عندي حاجه اسمها ايه، الالنر نيرف سيندروم. الالنر نيرف سيندروم دي هتعمل لي alternation في الالنر نيرف، هتعمل لي مشاكل في الالنر نيرف. طب الالنر نيرف ده واخد ايه في الهاند، واخد في الهاند اللي هو الليتل فينجر والرينج فينجر، واخد حته من الميدل فينجر، فبالتالي هتعمل لي سندروم مهم اسمه الكلو هاند. هتعمل لي ايه، هتعمل لي مشكله او افكت هسميه الكلو هاند. وايه الكلو هاند ده، في صورة ورا اهي، الافكشن هيحصل في الليتل فينجر، طبعا الدكتورة قالت هنا مش اسمهوش ليتل فينجر، هنا اسمه البينكي فينجر، يبقى هيحصل عندي ايه، هيحصل عندي افكشن في السنسيشن بتاعة البينكي فينجر والرينج فينجر، وممكن ياخد معاه برضو جزء من الايه، جزء من الميدل فينجر، مع انه برضو هيبقى اسوشيتد وذ ايه، associated with tingling sensation، ده بيبقى according للcompression حصل فين، او entrapment بتاع الجوينت نفسه حصل عندي في اي مكان. فالentrapment بتاع الجوينت ده ممكن يبقى بسبب السيرجري، او ممكن يبقى بسبب المصل ايه، المصل سبازم، في مصل معدي من جواها الالنر نيرف مثلا، اي عضله بيغذيها الالنر نيرف حصل فيها سبازم. مثال عليها واضح قوي زي البايرفورمس سيندروم، لما خدنا في اللور ليمب قلنا ان ممكن السايتيكا ده يحصل نتيجة ايه، بايروفورمس سندروم، ان هو يحصل عندي تسميع وتنميل وشكشكة والكلام ده كله وحرقان، نتيجة ايه، نتيجة ان عضلة البايروفورمس في ورا في اللور ليمب شدة، فبالتالي تعمل عندي ايه، تعمل عندي بايروفورمس سندروم، بيبقى نفس اعراض السايتيكا اللي جاي نتيجة ايه، نتيجة الكمبريشن على النيرف نفسه. سابع حاجة ممكن يحصل البو ستيفنس، ودوت most common problem في البيشنت، وبيبقى ايه، وبيبقى مهم ان انا ابدا الفيزيكال ثيرابي as directed to avoid the elbow stiffness، ابدا على قد ما اقدر بدري في الفيزيوثيرابي عشان امنع الايه، امنع الالبو stiffness. تامن حاجه الانفكشن ممكن تحصل نتيجه السيرجري عادي، او ممكن تحصل نتيجه الميتال امبلانت. الميتال امبلانت دي ممكن تعمل لي حاجه اسمها hardware irritation، وده بتحصل في نسبة قليلة جدا من البيشنت، ممكن يحصل عندي ايه، يحصل عندي انفكشن من الميتال امبلانت اللي حصل في الايه، اللي حصل في العملية، ان انا جيت حطيت له انترا ميدالي نيل جسمه عمل لها ريجكشن،
رفض الانتراميدالري نيل ده فعمل حواليها انفكشن، فلا لازم اخش الاول وتبقى موالهم هو، لازم تخش تشيل الامبلانت وتنظف وتعالج الانفكشن الاول، بعد كده تخش تجيب امبلانت تاني تشوف هو اصلا عنده يعني ايه سنسيتيفيتي من ايه، وتخش تعالج الموضوع ده، بعد كده تعدل الانفكشن. فبيبقى موالهم موال بتاع الهاردوير اريتيشن ده، بس بيبقى في سمول برسنتج من البيشنتس اللي هم اللي امهم ايه داعي عليهم. قوم بقى ايه اشطف وشك كده، خد ريست طبعا. ايه يعني ده للناس المحترمة اللي بتسمع المحاضرة بعد الايه بعد الميد، انما الناس اللي بتسمعها قبل الامتحان، انت مش انت يا باشا تيجي من الفترة دي تسرع الفيديو على 4 وتعيش بقى على انغام الراب عشان انت تلحق تلم الامتحان. انت جاي قبل ليلة الامتحان بتسمع محاضرة داخلة على الساعة، فانت لازم ايه تخلص نفسك. فانت خد ريست وانا هاخد ريست برضو، وان شاء الله نكمل نكمل بقى بعد الريست اللي خدناه. البوست اوبريتيف كير للاوركنيوم فراكشر اعمل ايه معاه بعد الايه بعد العمليه. خلينا بس متفقين الاول قبل ما نبدا نتكلم في البوست اوبريتيف كير، ان انا كده كده اول اسبوعين في من البوست اوبريتيف كير هم اول اسبوعين في الكونسرفاتيف ايه كونسرفاتيف تريتمنت. اللي يهمني عندي هنا ايه بقى، ان الفراكشر في الالبو بيبقى انا عندي البروكسيمال جوينت من الالبو والديستال جوينت من الالبو فري، فبالتالي انا محتاج اعمل فيهم اكتيف اكسرسايز، بس الاكتيف اكسرسايز دي بتبقى وداوت ايه وداوت ريزيستنس. تمام كده، يبقى انا لازم يبقى عندي قاعده، انا لو هو مش في بلاستر كاست او ما هو مش في بوستيريور سلاب، انا لازم اشتغل معايا على البروكسيمال واشتغل معايا على الديستال جوينت من الالبو باكتيف اكسرسايز وداوت ايه وداوت ريزيستنس. تاني حاجه ان انا ممكن اشتغل معاه بالالكتريكال موداليتيز زي ايه زي الانترفلانشال وزي الايه وزي التنس. وفي حاجه الدكتوره قالت عليها برضو اسمها بلاد ريستريكشن اكسرسايز. ايه فكره البلاد ريستريكشن اكسرسايز دي؟ في الحالات بتاعه الفراكشر بتاعه القلب بيقول لك انك انت مثلا لو واحد جالك دراعه مثلا مكسور، بيحط زي جهاز بيعمل ستيمولس للمسلز اللي حوالين القلب. فكرته ان هو بقى الاستيمولس ده بيعمل عندي كونتراكشن جامد جدا، تمام، يعمل الكونتراكشن ده عندي ريستريكشن بقدر معين في البلاد فلو، بس مش لدرجة ان هو يحصل اسكيميا. يعني بمعنى البلاد ريستريكشن اكسرسايز ده انا بجيب جهاز عند القلب بتاعه اللي هو مكسور. ده الكلام ده في اول ايه احنا قلنا في الاول خالص بوست اوبريتيف كير اول اسبوعين، بجيب جهاز احطه عند القلب بتاعه، الجهاز ده بيعمل عندي ايه بيعمل عندي استيميوليشن للمسل تنديوس ايه تنديوس كونتراكشن يعني في المسل. كونتراكشن ده يعمل عندي ريستريكشن في البلاد سبلاي اللي رايح للمسل بدرجه معينه، بس مش بالدرجه اللي تعمل اسكيميا. طيب فكره ان انا عايز اقلل البلاد سبلاي اللي رايح في المسل ده ليه؟ عشان اي حركه هعملها في الجوينت بقى او في المسل اللي انا قللت فيها البلاد سبلاي دي، هي اكتف عادي، هي من غير ريزيستنس عادي، هي خفيفة خالص، بس تديني امباكت ان انا كأن انا بعمل اكسرسايز عنيف. فبالتالي ايه يعني تحسن عندي الباور بتاع المسل، وتحسن عندي الايه وتحسن عندي الالاستيستي بتاعة المسل، كأني انا دلوقتي اديته ريزيستنس وهو شغال عليه. بس فكرتها هنا ان انا لما اقلل البلاد سبلاي، اقل حاجه هتشغل المصل هتعتبرها ان هي فعلا عملت مجهود عظيم، فبالتالي ايه هتحسن عندي الالاستيستي وهتديني الباور بتاع الريزيستد، بس من غير ما اعمل ريزيستنس او من غير ما اذي الجوينت بتاعي. طيب البلاد ريستريكشن اكسرسايز ده ما بستخدمهوش مع حالات عيان السكر والضغط واللي عنده مشكله فين واللي عنده مشكله في الفاسكولار سيستم. يبقى انا ما بستخدمش البلاد ريستريكشن اكسرسايز ده مع 3 عيانين، عيان السكر وعيان الضغط والفاسكولار سيستم بروبلمز او اللي عنده مشكله كارديو فاسكولار يعني. تمام، نبدا بقى نخش في السلايد بتاعتنا. بوست اوبريتيف كير من للاوركنيوم فراكشر عندي فيز 1 من اول اسبوعين، من اول اسبوعين كده هشتغل معاها اعمل ايه، هلبسه بوستيريور سبلنت زي ما احنا قلنا اول اسبوعين، هعمل عندي باسيف اكتيف اسيستد رينج اوف موشن بس يبقى جنتل بعد ما اشيل السبلنت. بيقول لك في حالات الكومنيوتد فراكشر اللي هو الهايلي كومنيوتد فراكشر
لما يبقى الدايركشن بتاع الكومبريشن نفسه مش اتشيفد، فالسبلنت ممكن تقعد اكتر من ايه، اكتر من اسبوعين. بمعنى يعني ايه؟ يعني الفراكشر اللي بيبقى الكومبريشن فيه عالي، اللي بيبقى الفتفته فيه درجتها عاليه، بيبقى الفتفته بدرجه كبيره، فممكن اطول شويه في السبلنت، ما اشيلوش على طول، ممكن يطول اكتر من ايه، اكتر من اسبوعين. وطبعا الموشن في المرحله دي هتبقى ايه اللي بيحددها، هو الجراح، عشان هو اللي ايه بيعمل دايما اكس راي، بيطمن على حالك، عارف امتى حصل يونيون، فتبدا تشتغل مع اكسرسايز تحدد، فبيبقى ايه في بينك وبين الجراح كوميونيكيشن، عشان ايه تعرف توصل للعيان، او توصل العيان لمرحله كويسه خلال ايه، خلال فيز 1. فيز 2 من اسبوعين لست اسابيع، طبعا لو هو عامل بقى ايه سيرجري بوست اوبريتيف، فانا بشيل السوتشرز او الستابلز اللي هو مركبها، بعمل برضو جنتل موفمنت في الالبو، بس ما بعملش ريزيستنس، ما بعملش ريزيستنس، مهمة جدا، ما بعملش ريزيستنس. وتالت حاجة امنتين الرينج اوف موشن بتاع الشولدر والريست والفينجرز، طبعا احنا عارفين دول طبعا احنا شغالين عليهم على طول، ماشي. طيب انا اول اسبوعين ما ينفعش اعمل ريزيستنس ليه؟ بيقولك ان انا في الاول كده خالص، اول اسبوعين انا مش عارف الكالس فورميشن ده اتكون ولا ما اتكونش، لان انا عارف ان الكالس فورميشن في الالبو بيبقى ايه، بيبقى سريع، الهيلينج بتاع الالبو سريع، فانا اول اسبوعين انا مش عارف الكالس فورميشن اتكون او ما اتكونش، تمام كده. ممكن بقى لما اشتغل وادي ريزيستنس، الكالس فورميشن اللي اتكون ده بيبقى فيري سوفت، ماشي كده، فانا لما اجي اعمل اكسرسايز يحسن البلود سيركيوليت، البلاد سيركيوليشن، وجيت انا اديته ريزيستنس او ويت، هتاثر لي على الايه، على الكالوس فورميشن، فبالتالي تعمل لي ديسبليسمنت انا مش هحس بيها في الاول. ديسبليسمنت اللي هتحصل دي هتحصل في الكالوس فورميشن، انا مش هحس بيها في الاول، بس لما اجي اعمل فولو اب بالاكس راي هتبان معايا بعد اول اسبوعين ان في ايه، ان في حاجه بسيطه حصلت في الكالوس فورميشن، ان حصل ديسبليسمنت بسيط في الكالوس فورميشن، هيعمل لي بعد كده ايه، هيعمل لي بعد كده مشاكل. يبقى تاني، انا ليه ما بعملش ريزيستنس اول اسبوعين؟ اولا انا ما ببقاش عارف الكالوس فورميشن اتكون ولا لا، انا عارف ان الالبو جوينت الهيلينج بتاعه سريع، بس انا ما اعرفش هو اتكون ولا لا. تاني حاجه، الكالوس فورميشن اللي اتكون ده بيبقى فيري سوفت، فبالتالي لما اجي اديله ريزيستنس او اديله ويت عشان ايه، بهدف ان انا احسن السيركيوليشن، اللي هيحصل، هيحصل عندي ديسبليسمنت في الكالوس فورميشن، ديسبليسمنت في الكالوس فورميشن ده هيعمل لي ايه، هيعمل لي بعد كده مشكلة. طيب هحس انا بالديسبليسمنت اللي حصل ده في الاول على طول؟ لا، هتفضل شغال زي البطيخة عادي، وبتدي العيان تاسكات خطيرة وشوية، وهيبقى سوبر مان. بعد ما تخلص تيجي تعمل فولو اب في الاكس راي، يبان انه حصل ديسبليسمنت في الكالوس فورميشن، وكده انت بالشفاء ايه، بالشفاء يا غالي، ماشي. فيز 3 ست اسابيع او بعد ست اسابيع هبدا اشتغل معاه بقى ايه، ريزيستد اكسرسايز، ببدا جنتل، بعد كده ايه بعمل بروجريشن، ببدا اشتغل بقى ويت بيرنج بوزيشنز، طبعا الريستريكشنز كانت عليا خلاص اتشالت، اليونيون حصل خلاص. تالت حاجه ريجيننج الايه، البري اوبرتيف رينج اوف موشن، يعني هبدا بقى ايه، هبدا ارجع العيان زي ما كان قبل العمليه باذن الله. جزء مهم قوي البوست اوبرتيف تريتمنت، ان انا اتعامل مع السكار تيشو. طيب اتعامل مع السكار تيشو ازاي؟ قال لي ان انا اعمل مساجنج للسكار تيشو. المساجنج بتاع السكار تيشو ده لازم يبقى معايا كريم او بلانت اويل، الدكتوره قالت في المحاضره ما تفتوش، هو زيت زيتون، لو في اي حاجه الزيت زيتون ده لو في اي حاجه في السكار بيشيلها، زي مثلا وبيعمل سوفتنج ليه السكن، وبيعمل سوفتنج ليه التيشوز اللي حواليها، ما بعملش اي، ما بضغطش جامد في المساج، انا بعمله ايه، بعمله جنتلي. يعني ايه، من خصائص برضو زيت زيتون او من فوائده ان هو ما بيعملش اريتيشن او انفلاميشن، يعني ايه، مفيش، ما بيأذيليش المكان، او ان هو يعمل لي اريتيشن او احمرار، او ان هو مثلا يعمل لي هرش او كده، لا، ده من المزايا. طيب انا ما عنديش زيت زيتون او ما عنديش كريم، اعمل ايه؟ قالت انك انت تنزل تحت المية الدافية، تمام كده، او تستخدم زيت الايه، زيت البرافين، واعمل مساج اراوند الاريا بتاعتي، بعمله بالباد بتاعت الفينجرز مش بالتب، واعمله في سيركولر ايه، سيركولر موفمنت، تمام كده. وممكن استخدم كمان الكاينيزيو تاب. يبقى احنا كده قلنا تاني، لما اجي اشتغل مع السكار تيشو هعمل مساجنج للسكار، هعمله بايه، هعمله بكريم، بيبقى ايه، جينرس اماونت اوف ووتر بيزد كريم او بلانت اويل على السكار،
بشتغل بالباد بتاعت الفينجر تيبس، بشتغل على السكار والسكين سراوندنج السكار في الاول دايركشن اب اند داون سايد اند سايد و سيركلر موشن، بشتغل باللايت بريشر ما بضغطش جامد، بقول لك جرادوالي بريس ديبر انتو ذا سكين تيشو، يعني بالراحه واحده واحده مع مرور الوقت انت بتضغط ايه جامد بس بالراحه جرادوالي، تمام كده. بيقول لك ان ممكن يحصل عندي بين، خلي بالك من البين مهم جدا، البين مهم جدا في السكار ماشي كده، ممكن يحصل عندي مايل تندرنس بس المساج ما ينفعش يبقى مؤلم، ما ينفعش اسال العيان انت، الاقي العيان قدامي بيتالم يبقى ده مش مساج، يبقى المساج should never be painful. طبعا احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم الكاينيزيو تيب، هنستخدم الكاينيزيو تيب ليه؟ ان انا اعمل دي الاينمنت للجوينت تاني جوينت بوزيشن، اعمل ريموديلنج للكولاجين تيشو، طبعا دي من فوائد الكاينيزيو تيب. لينف ترانسبورت اند انكريز سيركيوليشن، بيحسن الايه، بيحسن السيركيوليشن وبيزود الايه، بيزود الحركه او الترانسبورتيشن بتاع الليمف، بيزود عندي الموشن او بيهلب في الموشن وبيقلل عندي البين والسبازم، بيسبورت و بيليمت الموشن لحد معين عشان خاطر ما يحصلش عندي ايه، ما يحصلش عندي بين كده. احنا الحمد لله خلصنا الاوليكرينون، هو اطول حاجه اصلا واكتر حاجه ايه كلحه. نبدا بقى نتكلم دلوقتي عن الكرونويد فراكشر. بالنسبه للكرونويد فراكشر هو نوع تاني برضو من الفراكشرز اللي بتحصل في الالبو. طبعا احنا عارفين الكرونويد ايه، الكرونويد بروسيس قلنا برضو جزء من الالنا. الكرونويد بروسيس قلنا بيحصل نتيجه ايه، ممكن يحصل نتيجه افالجن فراكشر، بس المره دي في انهي عضله؟ في البراكياليز ماسل. احنا قلنا في الاول الترايسبس ماسكه في الاوريكين، البراكياليز ماسكه في الكرونويد. الميكانيزم بتاع الانجري بيقول لك ان هو ممكن يحصل نتيجة امباكت في الكورونويد بروسيس اجينست التروكليا، مثلا انا وقعت على اوت ستريتش هاند، فبالتالي لما نزلت على ايدي العظمتين خبطوا في بعض جامد، لزقوا في بعض جامد لدرجة ان هم عملوا ايه، عملوا فراكشر في الكورونويد ايه، في الكورونويد بروسيس، وممكن اللي هو ايه following the fall of out stretched hand، وقعت على ايدي العظمتين دخلوا في بعض عملوا impact في بعض، فبالتالي ايه حصل عندي فراكشر في الكورونوي بروسيس اجينست الايه، اجينست التروكليا. classification according لي ريجان وموري، قال لك ان هم قسمهم لثلاثه تايب. تايب 1 انا شلت اول حاجه او التب من الايه، من الكورونويد، وبيبقى غالبا نتيجه الافالجن فراكشر اللي هو ايه، من البراكيالز. تاني نوع اكتر من 50% من الايه، من الكورونويد بروسيس اتشال معايا. تالت نوع طبعا البيز بتاعت الكورونويد بروسيس كلها شالت معي. الكلينيكال فيتشرز العين بيجي لي عامل ازاي، احنا قلنا في الاول خالص لو نفتكر ان الكورونويد بروسيس فراكشر ما بيجيش لوحده، يبقى ايه، يبقى ايزوليتد فراكشر في الكورونويد is usually rare، بيبقى دايما associated with ايه، with greater elbow trauma، ممكن يحصل معاه dislocation، وبيبقى غالبا associated with olecranon fracture. عندي اللي هيجي لي شكل العيان عامل ازاي، طبعا بيشتكي من بين، بيشتكي من swelling، وبيشتكي من deformity. طبعا deformity دي مش تبقى fixed deformity، يعني ايه، يعني بقى عنده بقى مشكلة خلاص زي العيب الخلقي والكلام ده، لا هو هيبقى عنده مشكلة مش هيكون قادر ان هو يفرد دراعه ولا ان هو يتنيه، وهيحافظ على دراعه في الشكل اللي هو وقع فيه. يعني الديفورميتي المقصود بيها هنا ان هي مش فيكسد ديفورميتي ان هي هتفضل معاه على طول مدى الحياة، لا ده هو بس هيكون مش قادر يتني دراعه او يفرده، وهيبقى جاي على الوضع اللي هو وقع فيه مش عارف يحركه تاني، تمام كده، وهيحصل ريستريكشن في الموفمنت، وهيبقى على حسب بقى الريستريكشن ده هيبقى درجات على حسب الاكستند بتاع الايه، بتاع الدم، زي ما احنا قلنا تايب 1 او تايب 2 او تايب 3. في الاكس راي هشوفه عامل ازاي، هشوفه طبعا من اللاترال اكس راي، او بص معايا هنا، بص ال ادي اهو الكرونويد، الحته ايه مكسوره منه، تعالى للصوره اللي جنبها نفس الكلام، المفروض ان له ايه، له زاويه حاده هنا مش موجوده، تعالى في الصوره اللي جنبها اهو، ده طبعا طار كله، ده اللي هو ايه تايب 3، ده طار البيز كله اصلا بتاع الايه، بتاع الكرونويد بروسيس. بالنسبه للتريتمنت بتاعي هبص برضو على حسب هل هو undisplaced fracture او displaced fracture. في الديسبليسد، في الاندسبليسد فراكشر هشتغل معاه conservative تريتمنت، هلبسه ايه، هلبسه بلاستر كاست above الالبو،
انما في الديسبليس لا، انا محتاج اعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن بسكرو اند وايرز او اور وايرز، او ممكن اعمل فيكسيشن بميدالري فيكسيشن برضو انتر ميدالري فيكسيشن قلناها في الاول، وده بيبقى في حاله الكوميوتد فراكشر بتاع لما يبقى معاه بقى كوميوتد فراكشر في الاوريكرينا. ممكن اشتغل برضو بالطريقه بتاعه الاكسيجن بتاع البروكسيمال فراجمنت زي ما قلنا في الترايسبس، ممكن اشتغل هنا معاها في براكيو رادياليس، بس دي في حالات الكوميوتد فراكشر او الديليد ان يونيون، الديليد يونيون او النون يونيون بتاع الفراكشر. طيب الفيزيكال ثيرابي ريهابليتيشن بقى بوست اوبريتيف، بعد ايه؟ بعد ما يخرج من العمليات. انا عندي اول 10 ايام هقسمهم من 0 ل 10 ومن 5 ل 10، ممكن تاخدهم كلهم على بعضهم هي مش فارقه، بس بعد 5 ايام ابدا اعمل كذا، فاهم الفكره؟ اول حاجه هلبسه سبلنت، في بوستيرير البو سبلنت او سلينج، تمام كده. هعمل بقى معايا شولدر وديجيت وريست رينج اوف موشن زي ما اتفقنا في الاول. من اليوم الخامس هبدأ أشتغل معاه بقى إيه؟ strengthening، مش range of motion، strengthening للعضلات بتاعة الهاند، بإن أنا أستخدم ال body strengthening أو اللي هو الصلصال أهو بالشكل ده كده، إن أنا أخليه يضغط على الصلصال. الدكتورة كلب برضو قالت سلايم، لأ اللي هو الصلصال بتاع القديم ده بتاع الابتدائي، ماشي. و active range of motion في ال elbow وال forearm. من 3 ل 4 اسابيع هبدا اعمل معاه ايه؟ هعمل باسيف بقى رينج اوف موشن، انا عملت اكتيف رينج اوف موشن عشان يبقى في الليميت بتاع البين، عشان ما اضغطش على العيان او اكسره كمان مره، لا هو في الرينج بتاع البين بتاعي هو شغال. انما لما 3 ل 4 اسابيع انا بدا يحصل هيلينج بروسيس، فانا بشتغل معاه برضو جنتلي وبالراحه، باسيف رينج اوف موشن. بشتغل برضو بحطه في ايه بقى؟ في سبرنت المره دي، بفك بقى من الايه؟ من السلينج او السبلنت اللي هي البوستيريور، بحطه في ايه؟ بحطه في دايناميك او ستاتيك اكستنشن سبلنتنج اهي بالشكل ده كده، بس بيبقى واخداه في اكستنشن، وده برضو اهو ديت اللي هي الدايناميك، ودي اللي هي الايه؟ الاستاتيك. الاستاتيك بالشكل ده بتبقى ايه؟ بتبقى بس ايده مفروده وماسكه، هي هو فرد 24 ساعة، إنما الديناميك لا هو بيقدر يتحكم فيها، يتنيها لدرجات معينة ويفردها لدرجات معينة. من 4 ل 6 أسابيع ببدأ أشتغل معاه strengthening بقى، ببدأ بروجريس في strengthening، وهنا ببدأ إيه من 6 ل 8 أسابيع بكمل بقى لحد ما أرجعه إن شاء الله لي النورمال تاني. آخر توبيك معانا سهل خالص مفيهوش أي حاجة، اللي هو الديسلوكيشن. أبدأ بس قبل بس ما أتكلم عن الديسلوكيشن، الدكتورة كانت فرقت ما بين الديسلوكيشن والسبلكسيشن في المحاضرة. قالت السبلكسيشن العظمتين بعدوا عن بعض بس لسه في اتصال في حتة معينة من العظم، يعني العظم لسه كونكتد، انما الديسلوكيشن العظم بعد عن بعضه خالص، مبقاش في عظمة لازقة في التانية، تمام كده. هقسم الديسلوكيشن عندي لنوعين، يا اما سيمبل يا اما كومبلكس. الدكتورة قالت في المحاضرة السيمبل بعدوا عن بعض خالص بس الليجامنت ستراكشر بتاعته انتكت، السوفت تيشو انتكت. الكومبلكس العظمتين بعدوا عن بعض برضو، بس في اغلب الحالات بتكون قطعت لي مصل او ليجامنت او نيرف، تمام كده. وقلنا في الالبو ما بيبقاش ايزوليتد، ما ينفعش الكومبلكس ديسلوكيشن يبقى ايزوليتد، بيبقى معاه فراكشر في الكرينون او في الايه الكرونويد. لو جينا بصينا هنا في السلايد هنلاقي نفس الكلام، سيمبل ديسلوكيشن او في الالبو بيقول لك ان هو اونلي الليجامنت، اونلي الليجامنت اسوشيتد فراكشر، ما حصلش ايه؟ ما حصلش فراكشر، تمام كده، ما حصلش ايه؟ ما حصلش فراكشر، بس حصل شد او مزق في الليجامنتس اللي حصلت ايه؟ اللي حصلت اللي هي ماسكه البو جوينت. وقلنا انه حصل ايه؟ حصل ديسبليسمنت، ده لازم ان هما ايه؟ ان العظم بعد عن بعض خالص، تمام كده. انما الكومبلكس لا، الليجامنت نفسه بيتقطع، بيبقى عندي اسوشيتد وذ فراكشر، ممكن يقطع ليجامنت، ممكن يقطع نيرف، ممكن يقطع مصل. زي ما قلنا الديسلوكيشن اهو، البون بتاعة الفور ارم اللي هي الريديوس والالنا بتبعد موف اوت البليس كومبيرد وذ الايه؟ وذ البون بتاعة الابر ارم اللي هو الايه؟ اللي هي الهيومرس. ميكانيزم بتاعة الانجري قلنا فول على الاوت ستريتش هاند، ممكن يقع على الاوت ستريتش هاند، رابشر في الموست ستابلايزنج ستراكشر، حصل قطع في الليجامنتس، حصل رابشر في الليجامنتس في المسلز، فبالتالي عملت لي ديسلوكيشن. اسوشيتد وذ راديال فراكشر الكومبلكس طبعا، او ممكن احيانا السيمبل يبقى معاه، قلنا طبعا السيمبل ما ينفعش يبقى معاه فراكشر ليجامنتس بس، انما الكومبلكس لا، بيبقى ممكن يبقى اسوشيتد ويز راديال فراكشر. الالنا والراديوس
فورست بوستيريوري ان موست كومن فورم، زي اللاعب اللي قدامنا ده كده في كمال الاجسام. بص ايده راحت فين؟ ايده رجعت لورا، حصل ايه؟ فورس في بوستيريورلي، ده للالنا والريديوس. فبالتالي ايه اللي حصل؟ بيقول لك انه حصل عندي ديسلوكيشن نتيجة انه حصل فورسفولي بوستيريور فورس، حصل عندي فورس بوستيريورلي على الالبو جوينت، عملت لي ايه؟ عملت لي ديسلوكيشن، وبتبقى نتيجة الفالجس، الحركة بتاعت الفالجس اللي هو بيعملها. بص لو خدت بالك من ايده، هو عامل ايه؟ عامل فالجس فورس على الايه؟ على الالبو جوينت. فبالتالي الفالجس فورس دي هي اللي عملت لي ايه؟ عملت لي بوستيريور فورس، عملت لي عندي ديس لوكيشن. بحطه طبعا في سلينج، بودي لي ميديكال تريتمنت. الكومبلكس البو ديسلوكيشن، قلنا الكومبلكس هيحصل عندي سيباريشن، ويحصل عندي ممكن يحصل يبقى اسوشيتد وذ فراكشر. هنا بقى الدكتورة فرقت ما بين حاجتين، السايد سويب انجري، احنا مجمعين الكلام ده كله في التاني سلايد بالظبط، السايد سويب انجري والتريبل تريات. سايد سويب انجري قلنا بيحصل كومبلكس ديسلوكيشن او بوستيرير ديسلوكيشن، تمام كده، معاه فراكشر في الالنا وفراكشر في الريديوس، عمل لي حاجه اسمها تريبل تريات. انما البوستيرير او الكومبلكس ديسلوكيشن فده بيحصل عندي السايد سويب، معلش سايد سويب انجري او سايد سويب انجري، بيحصل نتيجه ايه بقى؟ كومبلكس او بوستيرير ديسلوكيشن معاها فراكشر، يا اما في الالنا يا اما في الريديوس. والدكتوره قالت طالما انا قلت كومبلكس او بوستيرير ديسلوكيشن في الالبو، فانا دايما متوقع ان حصل انجري في السوفت تيشو اللي هم الليجامنتس، و لو ممكن يبقى ماسلز، ممكن يبقى نيرف، تمام كده. يبقى تاني السايد سويب انجري هيحصل كومبلكس او بوستيرير ديسلوكيشن في الالبو، ويحصل عندي فراكشر في يا اما في الريديوس يا اما في الالنا، على عكس التريبل تريال هيحصل عندي ديسلوكيشن بوستيرير ديسلوكيشن او كومبلكس ديسلوكيشن في الالبو معها فراكشر للالنا والريديوس كمان معاها، فده هسميه تريبل تريات. التايبس بتاعت الالبو ديسلوكيشن، يا اما عندي بوستيرير يا اما عندي انتيرير. بوستيرير انا وقعت على اكستندد هاند وابدكتد هاند، انما الانتيرير انا وقعت على فليكسد البو. التريتمنت بتاعي لو حصل عندي سيمبل ديسلوكيشن هيبقى نون اوبريتيف طبعا، اللي هو الايه اللي هو الكونسرفاتيف، او الكومبلكس البو ديسلوكيشن انا هبدا اخش بقى ايه اتعامل معاه سيرجيكالي، تمام كده. بيقول لي ان هو ذا موست كومن اسوشيتد فراكشر انكلود الراديال، ايه الراديال هيد معاه، بيبقى الايه بيبقى الكومبلكس البو، بيبقى ايه الموست كومن الاسوشيتد فراكشر معاه بيبقى الراديال هيد فراكشر، وبيبقى بيعمل لي حاجه اسمها تريبل تريات. احنا اتفقنا التريبل تريات ده اللي هو ايه، حصل عندي ديسلوكيشن في الالبو، حصل عندي ايه انجري في الكرونويد بروسس اللي هو الالنا، حصل عندي في الريديال هيد، ايه في الريديال هيد مع السوفت تيشو اللاترال كولاترال، ايه لاترال كولاترال ليجامنت. قلنا الماجوريتي بتاعت الكومبلكس ديسلوكيشن بتتعالج بالايه؟ بتتعالج بالسيرجري. السيمبل ديسلوكيشن هشتغل معاه بكلوز ريدكشن. طيب هعمل معاه، هعمل له كلوز ريدكشن ازاي؟ اول حاجه هاخده في تراكشن داونورد، تمام كده. بعد كده ابدا اخده سلولي في فليكشن في الالبو، معاها سلايت ابدكشن في الايه في الشولدر. بعد كده يعني ايه بروجريسيفلي ابدا اخد معاه كده بالراحه، اعمل بروجريشن لحد ما اوصل ل 90 درجه البو فليكشن، وابدا احط عند ايدي على العظمه بتاعه القلنه، اتاكد ان حصل له ايه، حصل له ريدكشن. بالنسبه بقى للريهابليتيشن، فبيقول لي في من اول اسبوع بالظبط انا هحطه في سبلنت في 90 درجه فليكشن من 5 ل 10 ايام. تاني فيز هشيل السبلنت دي وابدا اعمل له رينج اوف موشن، هحطه في سلينج او في او ان انا مثلا ايه اربط له ايده او اعلق له ايده في كتفه مثلا في سلينج، بتبقى ايه مريحه اكتر في الايرلي فيز. هعمل اكستنشن جرادوالي انكريزد اوفر من 3 ل 6 اسابيع، يعني من 3 ل 6 اسابيع هبدا اعمل ايه، هبدا اشتغل مع الاكستنشن، بس هي ايه هيبقى جرادوالي انكريز، تمام كده. وهشتغل معاه بهنجت بريست، يعني ايه يعني اللي هي البريس اللي بتبقى متعلقه دي، بيقول لي ان هي ممكن تعمل لي بلوكينج ل certain degree من الاكستنشن، فبالتالي محتاج ايه occur at a certain motion of movement.
And breast may be used blocking certain degree of extension if continued instability occur. بيقول لك ان انا ممكن استخدم معايا hinged brace لو مثلا انا محتاج ان انا ابلوك درجات معينة من الاكستنشن اللي هيحصل له نتيجة ان الاكستنشن ده بيعمل له instability، لسه ما حصلش ايه، ما حصلش healing بشكل كافي، فبالتالي انا عايز امنع الانستابيليتي فاحطه في حاجة اسمها hinged brace. عندي avoid the passive range of motion زي ما احنا قلنا، خليه يعمل active range of motion، ان انا مش عارف ال pain limit بتاع العيان ايه، فبالتالي هو لما يحرك active range of motion البين هو اللي ايه، هو اللي هيحركه، هيبقى ايه within البين ليميت، انما الباسيف رينج اوف موشن ممكن اكسره تاني اصلا. كومبلكس البو ريهاب، قلنا اول حاجه هحطه في سبلنت الاسبوع، بعد كده هشيل الستشرز والاستابلز هنشيلها في الاسبوع التاني، هشتغل معاه بقى في اشتغل معاه على الفليكشن والاكستنشن والبرونيشن والسوباينيشن رينج اوف موشن. بعد ما اشيل السبلنت احطه في هنجد البو بريس برضو نفس الكلام عشان امنع الانستابيليتي اللي هتحصل. هحطه في هبدا اشتغل معاه بقى بالانبروتكتد رينج اوف موشن، هاخره شويه لحد الاسبوع الرابع، يبقى ابدا اخر الانبروتكتد رينج اوف موشن لحد الاسبوع الرابع لحد ما اتاكد فعلا انه حصل ايه، انه حصل هيلينج في الفيس 3 من 6 ل 8 اسابيع. ده هبدا اشتغل معاه ايه بقى، ريزيستيف اكسرسايز. ده دايجرام ما فيهوش اي حاجه بيفرق ما بين ايه فيز 1 وفيز 2 وفيز 3. فيز 1 هبدأ اشتغل معاه اول حاجه اكتف اسيستد رينج اوف موشن واكتف ايه رينج اوف موشن فليكشن واكستنشن، بعد كده هو هيعمل بقى سيلف البو فليكشن واكستنشن بس هيعمل لهم ستريتش هو لوحده، بعد كده هيعمل ريست اكتف رينج اوف موشن بيبقى ايزومتريك. في الفيز 2 بقى هيبدأ يشتغل على الهاند كلينش، هيبدأ يشتغل على البايسبس والبراكياليس والبراكيوردالس والترايسبس، هيبدأ يشتغل سوباينيشن وبرونيشن، هيبدأ يشتغل على الريست ريزيستيف دي كلها ريزيستد ريست رولر برضو هيشتغل معاها في فيز 2. فيز 3 هبدأ اشتغل بقى معاه ايه ريزيستيف ويت بيرنج، فويت بيرنج اكسرسايز سباين بول اب ابر لمب بي ان اف ودايناميك اكسرسايز. بالنسبة للكومبليكيشن اللي بتحصل معايا في الديسلوكيشن، عندي فاسكولار انجري نيرف انجري، ممكن يحصل ستيفنس ريكارنت ديسلوكيشن او اوستيو ارثرايتس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضره، ولو في اي اسئله برضو ان شاء الله تسيبوها لنا في الكومنتس وباذن الله هنجاوب عليها. وشكرا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.